تونس العاصمة وصفاقس وبن عروس تتصدر المراتب الأولى في ترتيب الولايات الجاذبة للاستثمار، والخبراء يشددون على أن مناخ الاستثمار ما يزال غير مشجع في غالبية الجهات. إصابة قياسية من القوارص في ولاية نابل ودعوات لتنظيم مسالك التوزيع وإيجاد خطة للترويج داخل الولايات. الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب يكلف نائبه بالإشراف على انتقال السلطة على وقع الاحتجاجات التي ما تزال تجتاح بعض المدن. نشرة الظهر للأخبار، مرحبا بكم مشاهدين الكرام. تونس العاصمة وصفاقس وبن عروس تتصدر المراتب الأولى في ترتيب الولايات الجاذبة للاستثمار، هذا ما خلص إليه تقرير حول ترتيب الولايات فيما يتعلق بجاذبيتها للاستثمار قدمه اليوم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تقرير تم التأكيد فيه على أن مناخ الاستثمار ما يزال غير مشجع في غالبية الولايات. التقرير الذي تم تقديمه اليوم حول ترتيب الولايات فيما يتعلق بجاذبيتها للاستثمار خلص إلى أن تونس العاصمة تليها صفاقس في ولاية بن عروس تتصدر المراتب الأولى كمناطق جاذبة يقبل عليها المستثمرون، وقد شملت هذه الدراسة 539 مستثمرا من كافة ولايات الجمهورية. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الذي أكد أن مناخ الاستثمار يبقى غير مشجع في أغلب ولايات الجمهورية مقارنة بالتقرير من 2015، يعني مثلا عندنا اللي كان سوسة معناها تقييمه في المرتبة الثانية، لاحظوا اللي تدحرجت في المراتب الأخيرة، يعني عدنا مثلا ولايات كولاية ريانة يعني أصبحت في المؤخرة، ولاية زغوان يعني هي في المؤخرة، لكن هناك ولايات أخرى على غير ولاية جندوبة مثلا قطعت معنا أشواط وقدمت في ترتيبها شأن ولاية سيدي بوزي. هي دراسة ميدانية قام بها المعهد العربي للمؤسسات من أجل أن يعرف بمشاكل الجهات، ويطمح أن تكون هذه النتائج محفزة على تحسين مناخ الاستثمار. هو قرار الاستثمار وقرار المستثمر باش ينتصب في جهة هو مربوط بعدة معناها معطيات اللي تخص جودة الخدمات بصفة عامة. هو معنا وقت نشوفه التقرير وإحنا داخلين الآن ودستور كرس مبدأ التنافس بين الجهات، ومعناها دور المسؤولين الجهويين دور مهم جدا، وهذا معناها بدون اعتبار الإمكانيات المالية، بدون اعتبار الميزانيات اللي باش تكون معناها موجودة للولايات لتحسين البنية التحتية نتاعهم، لكن ثم هناك القرب تحسين مناخ الأعمال المحلي فيه معناها مسؤولية كبيرة من المسؤولين المحليين. وتبقى الانتخابات البلدية من أهم العوامل التي قد تساعد على تحسين مناخ الاستثمار حسب ما تمت الإشارة إليه، إضافة إلى أن هذه الدراسة تطمح أن تكون محفزا للتنافس بين الجهات من أجل تحسين مناخ الاستثمار. نفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أي نية للاتحاد للدخول في مواجهة مع الحكومة بموقفه الرافض لتأجيل الزيادات في الأجور، وأكد المباركي في تجمع عمالي بجابس أن الاتحاد ينتظر مقترحات من الحكومة وأنه ما زال قابلا بمبدأ التفاوض على أساس الاتفاقات المبرمة، كما شدد على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية دون إثقال كاهل الأجراء والموظفين. نحن إدارة ممدودة كاتحاد الشغل في كل الحوارات ولكل الحوارات ولكل المفاوضات ولكل التوافقات، وتعرف أن بلادنا ما تنجمش نجنبوها كل التوترات هذه إلا بالاتفاقات والتوافقات، ولكن ما يكونش على حساب طبقة الشغيلة وحساب الأجراء بصفة عامة، وحتى اتفاق قرطاج ينص على أن حكومة السيد يوسف الشاهد تتعهد وتلتزم بكل ما أمضت عليه الحكومات السابقة مع الطرق في النقابي، وهذا هو راهو الإشكال. نحن ماناش طالبين زيادة جديدة وماناش طالبين مفاوضات جديدة، ولكن زادا ما نجموش نتفاوضوا في كل ما تفاوضنا عليه. مفاوضات وقعت ومفاوضات صحنا عليها وخرجت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
إلى الوطن القبلي الآن، حيث يبدو موسم إنتاج القوارص واعدا هذا العام في ظل استبشار الفلاحين بصابة مهمة فاقت من حيث المعدل سابقتها للسنوات الماضية، إلا أن وفرة المنتوج تصطدم بمشاكل نقص المياه والبحث عن أسواق جديدة للترويج. توفر ولاية نابل 70% من الإنتاج الوطني للبرتقال، ليصل معدل إنتاج السنوات الخمس الأخيرة حدود 75,200 طن، ولتبدو بشائر صابة البرتقال لهذه السنة جيدة بالمقارنة بالسنة الماضية وسابقتها. صابة محترمة برشا، باش ما نقولوش قياسية، صابة اللهم صل يعني خيرة ربي. ومع كل موسم جديد يمتزج الاستبشار بالخوف، الاستبشار بإنتاج جيد مع الخوف من مسألة الترويج ومشكلة نقص المياه. من ناحية الماء عام صعيب، راه الناس كل نعرفوا في البلاد كاملة، حتى من صالح الشراب الناس كل تأثرت بالنقص نتاع الأمطار. فما أشاير السنة نتاع السوق الروسية، فما أشاير نتاع السوق الفرنسوية، قاعدين نحضروا مع الأخيال الكل. ماك تعرف باش تدخل سوق جديدة صعيب، البدايات ديما صعيبة، أما نقولوا نتفائلوا الخير إن شاء الله يكون السنة معناها بداية حلان أسواق جديدة ننساو بها المشاكل نتاع السنين اللي فاتت الكل إن شاء الله. حسب المسؤولين في المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل، هناك آفاق جديدة للحد من هذه المشكلة بضرورة اكتساح الأسواق الإفريقية إلى جانب السوق الروسية، والعمل على مزيد مراقبة مسالك التزويد والتسويق بالعمل مع مختلف الهياكل والمؤسسات الحكومية المعنية بالأمر. لازم مجهود كبير نعمل حملة معناها تحسيسية للأشهار والتعريف بالإنتاج هذا خلف مرسي وخلف باريس، معناها نشوف مدن أخرى ثم أوروبا بصفة عامة. وثم أثناء ممكن الخط الحل الجديد بين تونس روسيا نعتمد شوية على السوق هذه، يعني سوق جديدة يلزمنا ناخد مبرش على السوق الجزائري. الجزائر معناها قريبة، تورد في كمية كبيرة من أسبانيا سواء للتحويل أو للاستهلاك. موسم يبدو واعدا مع إقرار رحلات بحرية إلى روسيا والعمل على استقطاب السوق الجزائرية والسنغالية، والعمل أيضا على اكتساح السوق الداخلية. وفي القطاع الفلاحي دائما اختارت جمعية الشبان الفلاحين بسند أن تخصص المحور الرئيسي لتظاهرة أيام الزيتونة لتدارس آفاق الاستثمار الفلاحي بالمنطقة. هذه الجمعية كونت 150 شابا بالتعاون مع جمعية فلاحين فرنسيين في مجالات فلاحية متعددة، لكنهم اصطدموا بعدة عراقيل حالت دون بعث مشاريعهم. الدورة الثانية لمهرجان الزيتون بسند اختارت أن تبحث في آفاق الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي بالمنطقة. الدورة الثانية باش نحكوا على الاستثمارات الخاصة وتشجيع مزيد تشجيع شبان الفلاحين باش يستثمروا في أراضيهم اللي هي ماهيش مستغلة، وكيفاش نشوفوا مع الدولة كيفاش نجم تسهل لهم الإجراءات، خاصة للإجراءات الإدارية تاخذ برشا وقت. عدد من شباب سند رفعوا شعار الفلاحة مستقبلنا ورغبوا في تكوين مشاريع خاصة اصطدمت بعدة إشكاليات إدارية. متخرجة لي 10 سنين ما لقيناش خدمة، وليت التجأت للفلاحة، غرست اللوز غرست الزيتون، ما بقت لي المشكلة معناها في الأمور الإدارية، ما عنديش ما نحب نطور المشروع نتاعي، أما الإجراءات الإدارية معناها تطلب برشا وقت. قرينا وعملنا دي ساج وتعلمنا وكل شيء، لكن المشكل في التمويل، ما تنجمش تعمل البروجي نتاعك خاطر الماتريال ماهوش رخيص، ما عندناش احنا فلوس باش نعمل، ما عندناش كابيتال باش نعملوا مشروع نتاع تقطير الاعشاب الطبيه. صعوبات عديدة تعترض هؤلاء الشباب لتنفيذ مشاريعهم الفلاحية، أبرزها مسألة الملكية العقارية للأراضي والحصول على رخصة التنقيب عن المياه، إضافة إلى التمويل اللازم للمشروع والذي يشترط ملكية الأرض. تظاهرت أيام الزيتون بسند مناسبة يطرح فيها أهالي المنطقة مشاغل القطاع الفلاحي وتمكن عددا من الحرفيين والفلاحين من ترويج منتجاتهم. في الأيام الأولى كونكت على السبخة زوم على فوشان التي نظمتها جمعية الضفاف للتنمية المستدامة بسبخة السيجومي بالشراكة مع ولاية بن عروس، كانت الفرصة أمام الشباب الباحث عن فرص شغل للاطلاع على برامج التمويل ونماذج من بعض المشاريع.
يقرؤون الجذاذات، يستفسرون عن بعض المعلومات، ويدونون بعض المعطيات التي يستقونها بين أجنحة الأيام الأولى المفتوحة كونكتي على سبخة زوم على فوشانا. التظاهرة استحسنها البعض ورأى فيها فرصة تجمع الأطراف المعنية بملف التشغيل، فيما اعتبرها البعض غير ملبية لطموحات الباحث عن عمل. فما حاجات بها متاع تأثير، فما حاجات بها متاع فينانسمون، مي فما كانت نجم تكون خير من هكا. كان ينجم يجيبوا أكثر أونتربريز يدخلوا كوتي بريفي، مؤسسات كان نجم يدخلوها لهنا خير. معناها خاطر تلقى مثلا تروستون تاع تمويل لهنا محطوطين من بعد. وما يلقى معناها ما يبقاش يدور من بلاصة لبلاصة، يلقى في بلاصة واحدة وياخذ فكرة يسهلوا له شوي. أنا عاملة ملتي ميديا ما لقيتش حتى حاجة تبع دوميني صناعة تقليدية وما نعرفش بعث مشروع يعني أنا أريها كمبادرة ما تشجعش حتى تعرف يعني. أنا معناتها ما لقيتش حتى حاجة تبع الدومين بتاعي ولا حاجة تشجع ولا مؤسسات موجودة حالة البيبان. جينا اليوم نحاولوا باش نلقوا فرصة، ولو أنا هي اليوم معناها كيف الملتقيات اللي حضرناهم الكل هي تعريف بالتمويل كيفاش يكون تاع المشاريع، التشجيع على المشاريع. الأعلام والتوجيه، التشغيل والأدماج والتشجيع على المبادرة الخاصة وهياكل التمويل هي بعض من الورشات التي أسست هذه التظاهرة. احنا همزة معناها وصل، احنا ربط بينهم وبين الهياكل الموجودة، قربنا لهم الآليات اللي هي وفرتها الدولة. الهدف متاعنا بطبيعة احنا نأملوا انه كل الشباب الموجود لهنا يلقى الضالة متاعه ويلقى بطبيعة التشغيل. تشجيع على المشاريع بعثا أو تمويلا هو الهدف من هذه التظاهرة التي استقطبت عددا من شباب منطقة فوشانة على أمل أن تتجاوز أساليب التعريف والترويج والتشجيع على بعث مشاريع أشكالها التقليدية. عربيا ودوليا، وبعد هدوء استمر أياما عدة في مدينة الموصل آخر معقل التنظيمات الإرهابية في العراق، استفاقت المدينة اليوم على وقع اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الإرهاب التابعة للنظام العراقي وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي في سعي متواصل لتطهير ما تبقى من المدينة من التنظيمات الإرهابية في حرب يرجح المتابعون للشأن العراقي أنها قد تستمر أسابيع طويلة ورب ربما أشهر. مع دخول معركة استعادة مدينة الموصل آخر أكبر معاقل التنظيمات الإرهابية في بلاد الرافدين أسبوعها الرابع، تشهد الأحياء الشرقية للمدينة منذ ساعات الصباح الأولى اشتباكات عنيفة بين عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وقوات مكافحة الإرهاب العراقية التي تبحث عن تعزيز مواقعها في المدينة قبل مواصلة تقدمها، تقدم كثيرا ما أعاقته الخطط الحربية التي يعتمدها التنظيم المتشدد والتي تقوم على استخدام مجموعة صغيرة من العناصر وشبكة كبيرة من الأنفاق والشوارع الضيقة لشن هجماته وتنفيذ عملياته الانتحارية. وفي انتظار تطهير المدينة من قبضة هذا التنظيم الإرهابي المتشدد، تتواتر حكايات الفارين من بطشه لتروي معاناة آلاف العالقين داخل المدينة والمحاصرين بين نيران المدافع وسياسة التصفية التي يستعملها عناصر هذا التنظيم ضد كل من يشتبه في تعاونه مع القوات العراقية. قتل فقط، قتل قتل قتل، خوفوا العالم وأخذوا يعني رعبوا العالم بالقتل، ما عندهم أي تفاق. حرام إذا عندهم ذرة من الإسلام. على أصوات التفجيرات والضربات الجوية خرج المئات من المدينة باحثين عن أماكن أكثر أمنا، محملين بآلام طالت فصولها وأمال في غد قد تبزغ فيه شمس العراق من جديد. نايمنا الصبح نمشي إلى الليل تطبينا هنا، هلكنا على ما طبعاً، والحمد لله جينا ناس يعني طيبة وانطونا مكان، والحمد لله ماي وكرمناك، لا ماي لا كهرب لا شيء، نشتري المي شريع. في انتظار الحسم في معركة يصنفها المراقبون على أنها الأعنف والأكثر تعقيداً في البلاد منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل 13 عاماً، يبدو أن فصول معاناة العراقيين لن تنتهي قريباً في ظل تمسك التنظيمات الإرهابية الناشطة في بلاد الرافدين على بسط شبح الموت في بلاد كانت في الماضي القريب عنواناً للحياة.
في أفغانستان أعلنت حركة طالبان اليوم مسؤوليتها عن انفجار في قاعدة جوية لحلف شمال الأطلسي شمال العاصمة كابول، وحسب مسؤولين محليين فقد أسفر الانفجار عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين. وأفادت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي أن قوة الحماية والفرق الطبية تعمل دون أن تقدم المزيد من التفاصيل. وفي الولايات المتحدة، ومع دخول المظاهرات المناهضة لانتخاب الجمهوري دونالد ترامب يومها الرابع، شرع ترامب في تشكيل إدارته الجديدة بتكليف نائبه مايكل بانس بتولي قيادة فريق انتقال السلطة في البيت الأبيض. بدأت ملامح إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب في التشكل، بعد أن أعلن هذا الأخير أنه كلف نائبه مايكل بينس بتولي قيادة الفريق المشرف على انتقال السلطة في البيت الأبيض. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن الشروع في تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة التي من المقرر أن تتولى مقاليد السلطة في البلاد في ديسمبر المقبل، خلفا لإدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما. إدارة من المتوقع أن تضم أسماء تقلدت مناصب سابقة على غرار رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريش والجنرال المتقاعد مايكل فيلين وعمدة نيويورك الأسبق رودي جولياني والسيناتور جاف ساشينز. ويتزامن الأعلان عن الأسماء الأولى في إدارة ترامب مع دخول الاحتجاجات المناهضة لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يومها الرابع، وقد خرج الآلاف إلى شوارع ميامي وأتلانتيا وفيلادلفيا ونيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وكذلك في بورتلاند، أين لقيت متظاهرة حتفها وأصيب شخص آخر بالرصاص خلال مواجهات مع متظاهرين اندلعت الليلة الماضية في أكبر المدن الأمريكية. وقدرت الشرطة في نيويورك أن ما لا يقل عن 5000 متظاهر تجمعوا خارج برج ترامب، فيما طالب سكان ولاية كاليفورنيا الذين كانوا يستعدون لإطلاق الاحتفالات بفوز هيلاري كلينتون طالبوا بانفصال ولايتهم في حال بقاء ترامب في منصبه. وفي أول تعليق له على التظاهرات حمل ترامب وسائل الإعلام مسؤولية ذلك، معتبرا أن انتخابات الرئاسة كانت مفتوحة وناجحة. في أخبار الرياضة، حقق المنتخب التونسي لكرة القدم فوزا مهما على المنتخب الليبي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بالجزائر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وسجل وهبي الخزري الهدف الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 50. توج متوسط ميدان النادي الإفريقي الجزائري إبراهيم الشنيحي توج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لشهر أكتوبر في استفتاء أجراه موقع فوت 24 وشارك فيه نحو 90 صحفيا، وتقدم الشنيحي على لاعب النجم الساحلي إيهاب المساكني. ما صراحة ما كنتش متوقع، والحمد لله يعني الحمد لله يعني مع النادي الإفريقي والجمهور النادي الإفريقي اللي صح لي شرف بأن نفوز بهذه أمير جوار في شهر. إن شاء الله نكمل على المستوى هذا ونزيد نفرح شعب نادي أفريقيا إن شاء الله. وفي كرة القدم العالمية، تغلبت المكسيك على مضيفتها الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-2 في مباراة جرت بينهما صباح اليوم ضمن تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. وسجل ميغيل ليون ورافائيل ماركيز هدفي المكسيك، فيما تحقق هدف الولايات المتحدة الوحيد بواسطة بوبي شوت. في أخبار الثقافة، تتواصل بالمهدية الدورة 13 للأيام السينمائية الطالبية التي تزامنت هذه السنة مع عروض أيام قرطاج السينمائية بالجهات. دار الثقافة بالمهدية كانت الفضاء الذي احتضن الدورة 13 لأيام السينما الطالبية والتي انتظمت هذه السنة بالتوازي مع عروض أيام قرطاج السينمائية بالجهات. جي سي سيتيز هي مبادرة في الحقيقة متميزة، مبادرة تنفتح الجهات، نحبذناها وعجبتنا السنة الفارطة، تعدت يعني في إطار شراكة مع المجتمع المدني مع مركز ثقافي الجامعي، انفتاح على الطلبة على الشباب على المجتمع المدني.
الإسلامي، ومع ملاحظات أنه أغلب يعني الحاضرين أغلب المهتمين بالشأن السينمائي أنه يتمنوا أنها تدعم أكثر من ناحية اختيار الأفلام خاصة الجيدة منها والحديثة ولما لا يعني المتوجة في كل سنة يعني في أيام قرطاج السينمائية. أشرطة تونسية وأجنبية عرضت في هذه التظاهرة بحضور بعض المخرجين والفنانين. شريط أتيتود لإناس بن عثمان من بين هذه الأفلام. الديسنتراليزاسيون على الثقافة اللي الناس تحكي عليه دوبوي سنوات، إذا ما يتطبقش وإذا المخرج بيدو ما يقومش به راهو حكاية فارغة. معناتها أنا مهم بالنسبة لي أنا كإناس بن عثمان أني نتبع الفيلم في الجهات. في صالات في تونس نجم نحطه يتعرض ويتعرض على روحه، أما في الجهات مهم برشا أني نحتك بالناس وبالجمهور اللي يجي يتفرج. حاجة خارقة العادة ما تدخل في نطاق اللامركزية، على خاطر مش ناس كل نجم تنتقل لتونس العاصمة. أما نوعية الأفلام مثلا أمس الأفلام ما كانتش في المستوى برشا، يعني إن شاء الله ليلة الحضور أكثر إن شاء الله تتعاود الحكاية ذي خاصة للطلبة. دور الطالب في أيام قرطاج السينمائية كان شعار هذه التظاهرة ليكون جمهور الطلبة طرفا فاعلا في التنظيم والمشاهدة. شاركنا عمناول في الدورة 12 وجي سي سي، والسنة جات معناها الدورة أيام السينمائية الطلابية بالتوازي مع أيام السينمائية قرطاج. دونك خدمنا معاها ونسقنا مع ليزاسوسيون الاخرين ودار ثقافه باش وصلنا نظمنا العمل هذا. انه الطالب يكون حاضر في حاجه كيما هكا خاطر كايتيزيون معناه انه يكون عنده غرام بالسينما، اكيد انه كي يحضر اكيد باش يستفاد، خاطر احنا في بعد كل فيلم نورمالمون انه موجود دابا. اشعاع تظاهره ايام قرطاج السينمائيه على الجهات خطوه يرى فيها جمهور الافلام فرصه لتكريس اللامركزيه وحث الشباب على الفعل الثقافي خاصه بتزامنها مع الدوره 13 لايام السينما الطالبيه. باخبار الثقافه نصل الى ختام النشره، وهذا تذكير بابرز ما جاء فيها. تونس العاصمة وصفاقس وبن عروس تتصدر المراتب الأولى في ترتيب الولايات الجاذبة للاستثمار، والخبراء يشددون على أن مناخ الاستثمار ما يزال غير مشجع في غالبية الجهات. صابة قياسية من القوارص في ولاية نابل ودعوات لتنظيم مسالك التوزيع وإيجاد خطة للترويج داخل الولايات. الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب يكلف نائبه بالإشراف على انتقال السلطة على وقع الاحتجاجات التي ما تزال تجتاح بعض المدن. في الختام لكم منا أجمل تحيات قسم الأخبار، إلى اللقاء.